كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين في تصريح صحفي عن مشاركتها في مسلسل طوق البنات الذي سيعرض في رمضان القادم، حيث تجسد سوزان شخصية امرأة جاءت من باريس إلى دمشق للعمل لصالح الاحتلال الفرنسي. وأوضحت نجم الدين أن المسلسل يرصد حالة الاحتلال الفرنسي وكيفية التعامل والتعاطي السري معه ومدى حاجة المحتل للعملاء بالرغم من امتلاكه السلاح والقوة.